حقيقة هذه الضبطية وصلتنا معلومة من مصادرنا السرية حق أحد ضباطنا المجتهدين صراحة، على أساس أنه في نص في شخص متهم كويتي يسكن في منطقة سلوى عنده ويحوز على نص كيلو شبو. اطلعوا عليه شباب بعد التحريات وبعد التأكد من أن الشخص موجود، وفعلا تبين أن الشخص موجود في مسكنه وبروحه، ما كان فيها أحد وياه. قاموا بالمداهمة ودخلوا عليه في البيت وتم تفتيش البيت، وتبين فعلا كما جاءت في المعلومة مالت المصادر بأن عنده نص كيلو شبو. بالتحقيق معاه صراحة قال الأمانة أنا عندي بضاعة جاية وخلال أسبوع راح أشتغل عليها وإني أطلعها من ميناء شويخ. صدرنا إذن في 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 البضاعة في بناء على كلامه، وطبعا نسقنا مع إدارة الجمارك اللي دوم صراحة ما تقصر ويانا، ولولا هذا التعاون كان ما نوصل إلى هذه الضبطيات. وفعلا انتقلنا ووصلنا إلى ميناء شويخ وشيكنا على الكونتينرين، وهي كانت كونتينرين، وبلغنا هو فعلا قال انك عمليه التهريب او اسلوب الاجرامي اللي متبعه بان حاط اجلكم الله والسامعين المخدرات اللي هو الشبو، كميه الشبو في التبن. وفعلا طلعنا الكميه كامله وتم تفتيشها، وهذا اللي حصلناه. حروه اللي تقريبا انا اعتقد قيمتها السوقيه تتراوح بين 800 الى 900 الف دينار كويتي.